الرحمن الرحيم. الإخوة الأعزاء اللي بغى يبدل اللون ديال التليغرام من المحبين ديالو والمعجبين ديال التليغرام، اللي بغى تبدل اللون ديالو اللون الأصلي، اللي معجبوش اللون الأصلي بغى يبدل، يمكن ليه يتبع هاد الخطوات وسهلة وسريعة. المهم علي غادي نبركو على 3 شوطات هادو، وغادي نمشيو للأدجوستيس ها هي، وغادي نمشيو لهنا ونمشيو للشات، الشات ها هو، وغادي نختارو هنا الألوان اللي عجبنا، بحال مثلا هنايا ديال الفوندو غادي تانا تختار اللون، شوف كيفاش تيتغير، بغيتي هاد الزرق، بغيتي الأحمر، بغيتي المهم أنا تنفضل، المهم اللي بغا شي لون مثلا بحال هنا غادي نختار هاد اللون هذا، وغادي ندير هنا بوارد يعني تحفيظ. المهم غادي نخرج، ولا بغيتي تغير هنا الصاط الداخلاني تاني عاوتاني هنا، تبرك على هادي ولا تبرك على هادي ولا تبرك على هادي، يعني الوان زعما كتيرة بزاف ها انت تشوف. المهم اللي عجبك شي لون تديرو. يا تبارك الله عليكم، والنهاية ديال هاد الشرح هذا، وسيدي السلام عليكم.